أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نستكمل ما ابتدأناه في تفسير القرآن عبر هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة. واليوم نبدأ بالمجلس الأول من مجالس التفسير لسورة براءة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في كتابه، ويعلمنا تأويل كلامه، وأن ينفعنا به، وأن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. هذه السورة سورة براءة أو سورة التوبة، وهذان أشهر أسمائها، مدنية بالإجماع. وقد قال بعض العلماء إن الآيتين الأخيرتين من السورة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إنهما مكيتان. والذي يظهر أن السورة مدنية، وأنها بخلاف سورة الأنفال قد جاءت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسورة الأنفال جاءت بعد غزوة بدر، وسورة التوبة نزلت بعد أحداث أو في أحداث غزوة تبوك. وهذه السورة عدد آياتها 129 آية، وهذا عند الكوفيين، و130 آية عند باقي العادين. قال العلماء إنها نزلت بعد الفتح، أي بعد فتح مكة وبعد سورة الفتح، ونزل أولها بعد فتح مكة وباقيها أثناء غزوة تبوك. هذه السورة هي أكثر سور القرآن فيما رأيت أسماء، وأسماؤها التوقيفية أو الواردة في كثير من الآثار: براءة والتوبة. وأما الأسماء الاجتهادية فقد بلغت 19 اسما، وهي كما ترون: المقشقشة والمخزية والفاضحة والكاشفة والمشردة والمدمدمة والمنكلة والمثيرة والحافرة والمبعثرة والمشددة والبحوث والعذاب والمنقرة والبشارة والقرينتين بالنسبة لها وبالنسبة لسورة الأنفال، والمحرضة والسيف، لأن فيها آية السيف، والفارقة أي بين الحق والباطل والمؤمنين والمنافقين، والعاصفة، والغزوتين لأنه ذكر فيها غزوة حنين وغزوة تبوك. وكثير من هذه الأسماء هي أوصاف لهذه السورة ولما جاء فيها من فضح المنافقين وكشف أسرارهم. هذه السورة أشهر أسمائها التوبة وبراءة، وسميت بالتوبة لأنه ورد فيها ذكر التوبة 17 مرة، وهي أكثر سورة في القرآن ورد فيها ذكر التوبة. انظروا
في سورة البقرة وردت التوبة 13 مرة بجميع اشتقاقاتها، وفي سورة النساء وردت 12 مرة، وفي سورة المائدة وردت 5 مرات، أما في سورة التوبة فقد وردت 17 مرة. يأتينا أول ما يأتينا من المسائل في هذه السورة هو عدم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، فهي السورة الوحيدة التي لم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قيل في سبب عدم ذكرها معها أنها لم تنزل معها أصلا، وهذا هو الأصح من أقوال العلماء في عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مع سورة براءة، فقد نزلت بسم الله الرحمن الرحيم مع بقية سور القرآن إلا هذه السورة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فإن قيل لما لم تنزل، نقول اختلف العلماء في حكمة ذلك، فقيل إن سبب ذلك أن هذه السورة نزلت بالشدة ونزلت بنقض المواثيق والعهود التي كانت قد أبرمت في سورة الأنفال وردت على أهل الشرك، فالله عز وجل لما أنزلها بالعذاب والفضيحة على المنافقين ونقض العهود مع الكافرين لم ينزلها ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني لم يجعل في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم رحمة، وهذه السورة جاءت بالشدة والعذاب والسيف والفضيحة للمنافقين ورد العهود على من عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. إذن القول الصحيح في عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم هو أنها لم تنزل معها من عند الله عز وجل. هناك قول ثاني، وهو أن الصحابة أشكل عليهم هل التوبة والأنفال سورة واحدة أو سورتان، وقد ذكر في الآثار أو ورد في بعض الأحاديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، لكن إسناده ضعيف، أن ابن عباس سأل عثمان لما عمدت إلى التوبة وهي من المئين والأنفال وهي من المثاني فقرنت بينهما وأزلت سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فأجاب عثمان بأن هذا قد أشكل عليه ولم يعرف هل هما سورتان أو سورة واحدة، فميز بينهما ولم يكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن هذا يتضمن أو مترتب على صحة الحديث، والحديث قد ضعفه أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند تضعيفا شديدا ورد عليه، والعلم في ذلك عند الله عز وجل. ما مناسبة هذه السورة لسورة الأنفال؟ طبعا موضوع السورتين واحد، وهو الجهاد وما يتعلق به من العهود والمعاهدات ومن الغنائم ومن تقسيم الجيوش ومن الموقف من المتخلفين ونحو ذلك، فالموضوع واحد، ولذلك ليس هناك سورتين شبيهتين، ليس هناك سورتان شبيهتان ببعض مثل شبه هاتين السورتين في مضمونهما وقضيتهما. أما مناسبة أول براءة لآخر الأنفال فقد أشرنا إليه في آخر درس من سورة الأنفال، وهي أن آخر الأنفال في الولاء وأول سورة التوبة في البراء، فجمعتا الولاء والبراء كأنهما شيء واحد. يقول الله عز وجل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي هذه براءة، وانظر كيف بدأت السورة بهذه القوة، بدأ بالبراءة والمفاصلة وانتهاء عهد التسامح مع هؤلاء الكفار الذين تكرر منهم نقض العهد والميثاق، فالله عز وجل قد أعلن في هذه السورة البراءة منهم، قال براءة ممن؟
من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى كل من حصل بينكم وبينهم عهد من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. انظروا كيف التفت من الغيبة إلى الخطاب. لو قال فليسيحوا في الأرض 4 أشهر وليعلموا أنهم غير معجز الله لكان سائرا على نفس النسق، غيبة ثم غيبة، لكنه قال فسيحوا، أي قولوا لهم فسيحوا، أو هذا ما يسمى في علم البلاغة التفات، وهو لون جميل من ألوان البلاغة العربية، أن يلتفت المتكلم أو المتحدث من الغيبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة، لأجل التلوين ولأجل أيضا فوائد أخرى يقتضيها المقام. مثل قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كلام في غيبة، ثم قال إياك نعبد، هذا حضور وخطاب، فيسمى هذا التفاتا، وهو من أسرار العربية. قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أي قل لهم يسيحوا في الأرض 4 أشهر، لهم أن يسيروا في أي أرض شاءوا دون أن يمنعوا منها، واعلموا أنكم غير معجز الله، أي لن تفلتوا من قبضة الله حتى وإن فعلتم ما فعلتم أو سرتم إلى أي مكان، وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله أي إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذه 4 أشهر المذكورة في الآيات هي 4 أشهر قد أباح الله فيها للمشركين أن يسيحوا في الأرض، وهي شاملة لكل مشرك لم يكن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عهد مسبق، وأيضا لمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد دون 4 أشهر، أن يمتد عهده إلى 4 أشهر، وأيضا لمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد مدته 4 أشهر أكثر، عهد مطلق ليس له مدة محددة، فأمر الله عز وجل أن يرد هؤلاء، من لا عهد له ومن عهده دون 4 أشهر ومن عهده مطلق ليس محددا بزمن معين، أن يسيحوا في الأرض 4 أشهر، وبعد ذلك ينتهي العهد ويأتي الإذن بالقتل والقتال. أما من كان له عهد فسيأتي ذكر حاله في آية مستقلة. وهذه 4 أشهر تبدأ من يوم الحج الأكبر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو يوم النحر، لأنها لما نزلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في الحج أبا بكر، وأمره أن يبلغ الناس ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وأن يتلو هذه الآيات. فلما ولى أبو بكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليا أن يقرأ هذه الآيات في الموسم وأن يطوف بها بين الناس. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنزل في شيء يا رسول الله؟ قال لا، ولكني خشيت أن يقول إنه لم ينقض هذا العهد رجل من أهل بيته، ولذلك جرى النبي صلى الله عليه وسلم في نقض العهد عهد المشركين على السنة المعروفة عند العرب، وهو أن يقوم بالنقض رجل من أهل بيت الأمير أو القائد. فصار أبو بكر هو الأمير، وفي يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عرفة أو يوم النحر على الخلاف المعروف بين المفسرين، قام علي ومعه المؤذنون يسيرون في الناس في أيام منى ويعلنون بهذه الآيات ويقولون لا يطوف بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بعد اليوم عريان أو كما قالوا. قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما هو يوم الحج الأكبر؟
هو يوم عرفة في قول بعض المفسرين، والصحيح أنه يوم النحر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، ولأنه اليوم الذي تجتمع فيه مناسك الحج كلها. الوقوف بعرفة يمتد إلى ليلة النحر، ورمي الجمار والطواف بالبيت والسعي وذبح الهدايا، كل ذلك في هذا اليوم، ولذلك يسمى يوم الحج الأكبر. تمتد المدة بهذا 4 أشهر من هذا اليوم، إذن تستمر إلى 10 ربيع الآخر، يعني إلى بعد 5 أيام من هذا اليوم تقريبا. 4 أشهر هذه متاحة لكل أصناف المشركين ممن لهم عهد مطلق أو لا عهد لهم أبدا، أو لهم عهد دون 4 أشهر، أن يكون لهم 4 أشهر يسيحون في الأرض، ثم بعدها تأتي المفاصلة، من وجد وجب قتله كما سيأتي في الآيات. قال: وأذان، أي إعلام ونداء إلى الناس من الله ورسوله إلى الناس جميعهم يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء كذلك. فكلمة ورسوله هنا الواو ما بعدها معرب مبتدأ على الاستئناف، مبتدأ وخبره كذا رسوله كذلك ورسوله كذلك. قال الله عز وجل: فإن تبتم بأن آمنتم واستسلمتم فهو خير لكم، وإن توليتم أمعنتم في كفركم وأعرضتم عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله، أنكم لن تفروا من الله ولن تستطيعوا أن تفلتوا من قبضته، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. البشارة تقال في أول الخبر، أول خبر يأتي للإنسان يسمى بشارة، ويقال في الخبر السيء والخبر المذموم أو القبيح، وسمي بشارة لأنه يظهر أثره على البشرة، وقد كثر استعماله في الخير، ولذلك إذا استعمل في الشر كأنه على وجه السخرية ممن يستعمل معه. فقال الله: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين، يعني إلا من كان بينكم وبينهم عهد إلى مدة معينة وقد وفوا بعهدهم فلم ينقضوه ولم ينكثوه فإنه يجب عليكم أن تتموا عهدهم إلى مدتهم. فهؤلاء هم الوحيدون المستثنون من 4 أشهر المذكورة قبل. قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. يشترط أنهم لم يخيسوا بهذا العهد ولم ينقضوه، وأيضا لم يعينوا أحدا من أعدائكم عليكم، فأتموا عهد إليهم عهدهم إلى مدتهم، ابقوا على العهد إلى أن تنتهي المدة التي تعاهدتم عليها كائنة ما كانت، سنة، 2، 3، فلهم الحق في أن يوفى لهم بعهدهم لأنهم وفوا بالعهد. إن الله يحب المتقين، ومن التقوى أن يوفى بالعهد الذي يكون بيننا وبين أعدائنا، والله يحب الوفاء بالعهود، ويجعل الوفاء بالعهود من علامات التقوى ومن صفات المتقين. قال الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. اختلف في هذه الأشهر الحرم، هل هي الأشهر الحرم المعروفة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد أو الأصم، وهي المذكورة في آيات ستمر بنا بعد قليل عندما قال الله عز وجل في السورة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فتلك لا إشكال أنها الأشهر الحرم المعروفة، رجب وذو القعدة
وذو الحجة والمحرم. وهذه قيل إنها تلك، والصحيح أن المقصود بهذه هو ما يدل عليه السياق، وهي الأشهر المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر. ومعنى قوله الحرم يعني التي حرم الله فيها دماء المشركين. فإذا انشلخت هذه الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في أي مكان وجدتموهم اقتلوهم، لأنه انتهت المهلة التي أعطيت لكل من لا عهد له يزيد عليها. وخذوهم أي لكم أن تأخذوهم وتأسروهم، واحصروهم أي حاصروهم في المكان الذي يجتمعون فيه، واقعدوا لهم كل مرصد أي اقعدوا لهم على كل طريقة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فكل من ظهر لكم منه أنه أظهر الإسلام، وإن لم تتأكدوا مما في قلبه، لأن المطلوب منا أن ننظر إلى ظاهر ديانته، وظاهر الديانة إنما يكون بالأعمال الظاهرة كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن فعل ذلك فقد عصم دمه، أما أن نفتش عما في قلبه فليس ذلك من ما أوجبه الله علينا. إن الله غفور رحيم، انظروا إلى مغفرة الله ورحمته لمن أعلن التوبة ولا ينظر إلى تاريخه السابق. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إن وجدتم أحدا من المشركين فطلب الجوار وطلب منا أن يسمع كلام الله فأسمعوه كلام الله. لسنا دولة تريد الدماء وتريد الانتقام من الناس وتريد إشاعة الرهبة والخوف في نفوس الناس، نحن أصحاب رسالة. لا نقصد توسيع الرقعة ولا جمع المال ولا تكثير الأعداد ولا غير ذلك من المقاصد، إنما أن يكون الدين لله وألا تكون فتنة في الأرض. ولذلك إذا ادعى المشرك أنه يريد أن يسمع منا كلام الله نسمعه كلام الله ثم نبلغه مأمنة، نوصله إلى داره أو أهله أو دولته ولا سبيل لنا عليه، ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي أمرناك بإجارتهم وتعريفهم لجهلهم، أو أمرناك بردهم إلى مأمنهم بسبب جهلهم لأنهم يجهلون دينك. قال الله عز وجل كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، أي لا يكون. كيف يكون؟ أي لا يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، لأن المشرك قد أخل بالعهد الذي بينه وبين الله، فكيف يحق أن يكون له عهد؟ لا ينبغي أن يكون له عهد. وهذا هو علة قوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، ثم بعد ذلك فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. المشركون ليس لهم عهد لأنهم بشركهم قد أباحوا لنا دماءهم. قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، هم قوم معينون عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفوا بعهدهم فأمر الله بالوفاء لهم، أو يقال إلا من عاهدتم عند المسجد الحرام وهم أهل مكة في صلح الحديبية فوفوا لهم ما داموا موفين وقد أخلوا بالعهد فيجب عليكم قتالهم، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة ودخلوا في حكمه عليه الصلاة والسلام. قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي متى ثبتوا على العهد واستقاموا عليه ولم يخلوا به فاستقيموا لهم، أي فاثبتوا على العهد. إن الله يحب المتقين، هذا تأكيد لكون الوفاء بالعهد من علامات المتقين. قال الله عز وجل كيف، يعني لا يمكن أن يكون لهم عهد، وهم متى ظهروا عليكم لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي لا ينبغي أن تراعوهم
الآن بعض الناس يقول لا، السلام الدولي والشرعية الدولية وغير ذلك من الكلمات التي يحاول أن ينزع فيها أو يلغي فيها هذا الحكم العظيم من أحكام الله عز وجل. فنقول له والله متى غلب المشركون علينا لم يرقبوا فينا إلا ولا ذمة. انظروا إليهم في كشمير ماذا فعلوا بإخواننا، انظروا إلى الاتحاد السوفيتي ماذا فعل بإخواننا في أفغانستان، انظروا إلى اليهود في فلسطين ماذا فعلوا بإخواننا في فلسطين، انظروا إلى الصرب عندما دخلوا البوسنة والهرسك ماذا فعلوا، ماذا فعل بهم إخواننا في البوسنة والهرسك حتى يقتلوهم شر قتله وفي قتل جماعي وإبادة كاملة. قال الله عز وجل هذا الكلام في كتابه، قال كيف يعني كيف يكون لهم عهد وكيف يسامح أمثال هؤلاء الذين متى ظهروا عليكم وتغلبوا لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبون فيكم عهدا ولا يرقبون فيكم ذمة أي قرابة، لا يرقبوا فيكم إلا أي عهدا ولا ذمة أي قرابة، يرضونكم بأفواههم يعني عندما يجلسون معكم يتحدثون عن الوفاء بالعهود والمواثيق والمواثيق الدولية والسلم الدولي والشرعية الدولية وترى كلاما أحلى من العسل، ولكنهم في الوقت ذاته متى تمكنوا منكم وأصابوا منكم غفلة وظهروا عليكم قتلوكم شر قتلة. قال الله عز وجل يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، لأنه ليس في قلوبهم إلا الحقد والبغضاء عليكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ولكن مع الأسف كثير من المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان لا يعقلون ولا يتعظون بما أخبر الله عز وجل، بما أخبرنا الله عز وجل من خفايا نفوس هؤلاء المشركين. قال الله عز وجل وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، علموا الحق ولكنهم آثروا الدنيا فباعوا الحق بهذه الدنيا الفانية، فصدوا عن سبيله، بذلوا أموالهم في الصد عن سبيل الله وهم يعلمون أن دين الله حق، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ما أشد هذا السوء الذي حصل منهم، ولذلك يستحقون أن يقابلوا بمثله من القوة والشدة. قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، انظر هذا هو طبعهم وهذه هي قاعدتهم الأساسية، ومتى تركوها فإنما هو لعذر قام بهم، وإلا فإن القاعدة المضطردة في أهل الكفر مع أهل الإسلام أنهم لا يرقبون في المسلمين لا إلا يعني لا عهدا ولا جوارا ولا ذمة أي رحما وقرابة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، هذا طبعهم، فكأن الاعتداء قصر عليهم، وهذا أسلوب من أساليب الحصر، الجملة الإسمية المبدوءة باسم والمنتهية باسم والمتوسطة بضمير الفصل وهو هم تدل على الحصر وعلى التأكيد. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، سبحان الله، ما يدل على أن ديننا وأمتنا وكتابنا كتاب رسالة وليس ينظر إلى الدم أو الفصيلة أو القبيلة أو الوطن أو الدولة أو الشعب أو الحكومة، لا، نحن أصحاب رسالة، فمتى كان هذا الكافر الذي أثخن في المسلمين وآذاهم وعاد الله وأشرك مع الله أحدا سواه متى أعلن أنه تائب فأقام الصلاة وآتى الزكاة وظهر لنا ما يدل على إسلامه فإنه أخونا في الدين. وانظروا يا إخواني كيف جعل الأخوة في الدين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إن نكثوا في أيمانهم أي في الأيمان التي وضعوها لكم من بعد أن عاهدوكم وطعنوا في دينكم بأن سبوا دينكم أو سبوا ربكم
أو قدحوا في نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أو بدأوا ببث الشائعات والشبهات حول هذا الدين الذي رحمكم الله به، فقاتلوا أئمة الكفر، لا يصلح معهم إلا القتال. فإن قلت لما لا يصلح معهم إلا القتال؟ لأن الحق واضح أبلج وظاهر بين، وهم لا يفعلون الذي يفعلونه إلا عن عناد فقط لا غير. إنهم لا أيمان لهم، ليس لهم عندنا بعد ذلك لا عهد ولا ميثاق، لا أيمان لهم، لعلهم ينتهون إذا عرفوا أن المسلمين يقابلون من ينكث العهود وينقضها بالشدة والغلظة، عند ذلك سيتأدب هؤلاء مع أهل الإسلام ويحترمونهم. ألا تقاتلون، يهيج المؤمنين عليهم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ من الذي بدأ أول مرة في غزوة بدر؟ من الذي جاء؟ إنهم هم، ولم يذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتخشونهم؟ أتخافون منهم فلا تقاتلونهم؟ فالله أحق أن تخشوه، الله أحق أن تخشوه بأن تطيعوه وتمتثلوا أمره، وتخشوا من عذابه إذا لم تطيعوه وتمتثلوا أمره إن كنتم مؤمنين. قال الله عز وجل مهيجا ومبشرا: قاتلوهم. لماذا؟ لتحصل بذلك خمسة أشياء: يعذبهم الله بأيديكم، يحصل عذاب الله لهم بأيديكم أيها المؤمنون، ويخزهم، ينزل عليهم الخزي والذل بالأسر والقتل وأخذ المال وذهاب الدولة، وينصركم عليهم، يحصل النصر والعلو، ويشفي صدور قوم مؤمنين. ما من مؤمن في الأرض إلا وهو يغتاظ من الكافرين ويتمنى أن ترفع راية لا إله إلا الله، فإذا هزم الكافرون حصل الشفاء لصدور المؤمنين. والمقصود هنا ويشفي صدور قوم مؤمنين لم يروا هؤلاء الكافرين. نحن الآن لما نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتصر في غزوة بدر يحصل لقلوبنا شفاء. هؤلاء القوم الذين اعتدوا على رسول الله وأخرجوه من داره وفعلوا به الأفاعيل حصل لنا الشفاء ونحن في هذا الزمان. ويشفي صدور قوم مؤمنين، والخامسة ويذهب غيظ قلوبهم. يذهب الغيظ ممن حصل في قلبه غيظ لأنهم نكثوا العهد معه ولأنهم أخذوا ماله ولأنهم سرقوا بيته أو قتلوا ولده. ثم قال الله عز وجل ويتوب الله على من يشاء، ينجو من هذا القتل والقتال أناس يريد الله بهم خيرا فيسلمون فيتوب الله عليهم ويعفو عنهم، والله عليم حكيم. ثم لما أمر بهذه الأوامر العظيمة وذكر هذه القضايا الفاصلة في حياة المسلم وفي تاريخه مع أعدائه، بيّن أن هذا سنة الله في عباده وأنه لا بد للناس من هذا. أم حسبتم أن تتركوا تدعون الإيمان وتظنون أنكم بهذا قد أتيتم ما أوجب الله عليكم؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، قاموا بالجهاد في سبيل الله، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، أتظنون أن تتركوا على ما أنتم عليه دون جهاد ودون أن يعلم الله براءتكم من هؤلاء الكافرين؟ هذا موطن من أعظم مواطن البلاء. لماذا؟ لأن الكافر قد يكون يعني إنسانا موهوبا وعنده يعني إمكانات متعددة، فيأتي المؤمنون ويتخذونه وليجة، يعني يتخذونه بطانة، فيبتليهم الله بذلك. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما ولي على الكوفة اتخذ كاتبا نصرانيا، تعرفون الكاتب يطلع على الأسرار، فبلغ عمر أنه اتخذ كاتبا نصرانيا، فماذا قال؟ قال إني سمعت أنك اتخذت كاتبا نصرانيا، فإذا جاءك كتابي هذا فاعزل. فأبو موسى راجع عمر وقال إنه كاتب وإني لا أكاد أجد يعني أحدا يقوم بهذا الدور مقامه. فقال
عمر في رسالته الأخيرة: مات النصراني والسلام. يعني لو مات هذا الرجل ماذا كنت تفعل؟ تبقى إيش تسوي يعني؟ إذن اعتبره مات وانتهت القضية، حل المشكلة أنت الآن. وبهذا عزل أبو موسى هذا الكاتب النصراني لئلا يطلع على أسرار المؤمنين فيفشيها لأعدائه. قال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. لأن بعض الناس قد يتخذ هذه الوليجة بذرائع متعددة، فيقول الله عز وجل: إنه خبير مطلع على الخفايا لا يخفى عليه شيء من أسراركم. واليوم المؤمنون لما اتخذوا المشركين وليجة واتخذوا الكافرين وليجة أي بطانة، أصبحت أسرارهم عند أعدائهم، وأصبح أعداؤهم يعرفون عنهم أكثر مما يعرفونهم عن أنفسهم مع الأسف. قال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ادعى المشركون أنهم أحق بالحق من المسلمين بحجة أنهم عمار بيت الله، فالله عز وجل نفى عنهم هذه القضية لأن أصلها مفقود عندهم. ما هو أصلها؟ أصلها الإيمان بالله وتوحيد الله. قال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله في حال أنهم شاهدين على أنفسهم بالكفر. يعني ما داموا كافرين فلا يمكن أن يكونوا عمارا لمسجد من مساجد الله. أولئك حبطت أعمالهم فسدت وذهب عليهم أجرها. والمقصود بالأعمال هنا الأعمال الصالحة التي مثلا فيها إطعام الفقراء وإكرام الأيتام وإعتاق الرقاب وغيرها، هذا العمل كله حابط لأنه لم يتضمن الأساس الذي يقبل به العمل وهو الإيمان. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله، من هو الذي يعمر مساجد الله؟ من جاء بالشرط الأساس في كل عمل صالح، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء عسى أن يكونوا من المهتدين، وعسى من الله كما يقولون واجبة، يعني هؤلاء مهتدون عند الله عز وجل. ثم قال الله معاتبا إياهم: قد نزلت في قوم ادعوا أن ما كانوا يعملونه من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج خير مما كان المؤمنون يعملونه، فبين الله عز وجل أن الجهاد في سبيل الله والذب عن حمى الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير مما كان يدعي هؤلاء من عمارة المسجد الحرام أو العكوف في البيت الحرام. قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، لا والله لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، والله لا يهدي القوم الظالمين. بين أنهم قوم ظالمون، ما قال والله لا يهديهم، هذا من ذكر الظاهر في مقام المضمر لبيان حكم هؤلاء ولقياس غيرهم عليهم. قال الله عز وجل واصفا هؤلاء المؤمنين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، انظروا كيف قدم الجهاد بالمال على النفس، لأنه أيسر ولأنه متاح لكل أحد، ولأن الجهاد بالنفس لا يتحقق إلا بالجهاد بالمال. قال: أعظم درجة عند الله، لا مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء، وأولئك هم الفائزون وحدهم دون من سواهم. وهذا كما ذكرت لكم مرارا أسلوب من أساليب الحصر، الجملة الإسمية المبدوءة باسم والمختومة باسم والموضوع بينهما ضمير فصل تدل على الحصر. قال الله عز وجل يبشرهم ربهم، اسمعوا، أولئك هم الفائزون، هذه البشارة الأولى. اثنين، يبشرهم ربهم برحمة منه، هذه بشارة تأتيهم عندما يتلقوا ضربة بسيف ورضوان، وهذا من أعلى ما يناله المؤمنون في الجنة كما قال في نفس السورة: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من النعيم وأكبر من الجنة، وجنات فوق هذا الرضوان أيضا يعطون جنات، وليست جنة واحدة، لهم فيها نعيم مقيم أي خلود أبدي،
ونعيم دائم خالدين فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون. إن الله عنده أجر عظيم. انظروا يا إخواني ماذا جعل الله لهؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا من الفضائل والمكاسب والغنائم العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن صدق في إيمانه وهاجر بقلبه إلى ربه وهاجر بقلبه ودينه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.